اليوم أنهينا العملية التي بدأناها صباح أمس، وهي العملية التي جرت تحت رعاية رئيس إقليم كردستان العراق مسعود برزاني للانتقال من زمار على طول الطريق إلى جبل سنجار لتحرير مساحة واسعة من كردستان، وأيضا لنستطيع إنقاذ الأيزيديين المحاصرين في جبل سنجار. ولذلك فقد كانت عملية كبيرة جدا، والحمد لله انتهت بنجاح.